الباقيات الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم لجلسائه: خذوا جنتكم. قالوا: أحضر عدو؟ قال: جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنهن المقدمات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات. من كتاب التيسير سورة الكهف الآية 46. وعنه صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من كتاب التيسير سورة الروم الآية 17. سبح يشنا غدا رزن ظلت فسرنا غيوة يا عزيزا. سبحت ظلا قد مشي لجنا استفوي تزدور سيشور ستران. سبحت ظلا قد مشي لجنا استفوي تزدو يوم سيش.